أنا شفت إلك مشهد في مسلسل، هو أنت لو أنا غلطان؟ لا هو أني بس خلينا نشوف المشهد أول شيء، أنا وياك والمشاهدين. هذا أول عمل إلك لو إلك أعمال تمثيلية سابقة؟ لا لا أول عمل إلي، يعني أني مبتدئة بهذا المجال. حلو، أنت ايش قد عمرك قبل ما أعرض المسلسل؟ عمري 20 سنة. 20 سنة، أنت بالغة. أوكي، طول المسلسل شباب. خلينا نشوف. ادفع قبل لا تبلع، بعدين بضاعتك تصير تراب. تحياتنا للفنان غالب. هاي انتي؟ اي هاي اني. هاي شنو انتي؟ شو مسويه هنا؟ بلوكنا. هاي انتي ماخذه شنو بطوله وهيجي؟ هسه نشوف، هسه نسولف، وقفي. يلا تمام. بس وش السينمائي؟ هاي ايش فيك ابو لبنى؟ حق يعني شنو؟ اوكي هسه انا بعدين اقول لك شنو يعني شنو السينمائي، بس خلينا نشوف المشهد. انت هسه صدمتينا. راسي صاير قد الغرفه، كل شيء وجعني. تي منو؟ الله عليك حج، ايش قد حبت الشاقه؟ هاي من كثر ما شربت البارحه. هاي الله عليك. ما انا انت شو اسمك؟ ازدهار. شنو؟ ازدهار. ازدهار؟ شوفي ازدهار حتى اتذكر اسمك زين. لا حبيبي اقول لك عليه وبدون نقاش. حاضر. تروحين تزنين جوا، توقفين بالصاله وتصحين بأعلى صوتك دوب. حاضر وبادية. راح يطلع لك واحد بطي لو دب، يعني واحد من الاثنين. تقولي له يسوي قوري شاي مع الأستاذة. تعبتي؟ حاضر. يلا روحي استخار. ادفع قبل لا تبلع. اعرف. تعال تعال، هذا منو كاتب هذا المشهد؟ المؤلف غير؟ المؤلف كاتبه. ايه. وهو اللي قال لي تقولي ويلي عليك حجيج قلت الشاقه. وش الشاقه؟ هو 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 المشهد مالتي، يعني النص كان هيك مكتوب. اها ايه ايه، هو انا اريد اعرف الكاتب منو العبقري هذا؟ استاذ سعد السعد. سعد السعد. اي لا ما شاء الله دمه خفيف بالكتابه. المهم انطيني بالله، انت شنو مشكلتك ويا هذا العمل هسه؟ اني صراحه مو عندي مشكله، وانما بتعرف اني مشهوره على السوشيال ميديا، فمن طلع هذا المشهد هيك مشهوره انت؟ اي بهذا اللبس وهذا الديزاين؟ مشهوره مو بالمشهد اللي طلعت به. ها لا انا شخصيتي تختلف يعني، فاني ليش اجيت لهذا اللقاء خصيصا حتى ابرر للناس اللي تعرفني شيء اكيد. فاني شخصيتي تختلف عن المشهد، يعني هذا مجرد تمثيل. وسماعه وقعت دقيقه زين. اي فهذا مجرد تمثيل، واني كان عندي مشاهد ثانيه غير هذا المشهد، بس فما نعرض للمشاهد الا غن يعني.